الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، السلام عليكم. أعلن الأردن أن 4 دول من بينها العراق تستحوذ على أكثر من نصف صادرات صناعة عمان خلال الأشهر 7 الأولى من العام الحالي، مبينة أن صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال 7 أشهر من العام الحالي 2022 إلى 333 مليون دينار مقابل 293 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 14%. وقالت غرفة صناعة عمان إن صادرات الغرفة خلال الفترة نفسها وصلت إلى ما يزيد على 4 مليارات دينار، مشيرة إلى أن الهند والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والعراق استحوذت على أكثر من نصف صادراتها من العام الحالي. قررت الإدارة العامة للجمارك الكويتية رفع الحظر عن استيراد الإبل الحية من العراق والأبقار من بلغاريا، وأصدر مدير الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد تعليمات جمركية قضت برفع الحظر عن استيراد الإبل الحية من العراق إلى الكويت، وذلك بسبب انتهاء تفشي مرض اللسان الأزرق الذي يصيب الإبل والأبقار، علما بأن جميع الإرساليات من العراق وغيرها من الدول التي تستورد منها الكويت الإبل والأبقار ستخضع للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية. كشف موقع دوتريند مايب الذي يوفر خريطة التجارة للدول بشأن صادراتها وارداتها، كشف عن قيمة استيراد العراق من الصين خلال العام الماضي. وذكر الموقع أن العراق استورد من الصين خلال العام الماضي 24 سلعة بقيمة بلغت ما يقارب 11 مليار دولار، بزيادة عن العام الذي سبقه بنسبة 9%. وأضاف الموقع أن أهم 3 مواد وسلع استوردها العراق من الصين هي الآلات والأجهزة الميكانيكية وأجزاؤها، تليها الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، تليها الأثاث والوسائد والمفروشات. ولفت الموقع إلى أن أهم صادرات العراق للصين هي الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها. سجلت الأمم المتحدة انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية في العالم، وبحسب الأمم المتحدة فإن عمليات تسليم الحبوب الأوكرانية إلى البلدان المتقدمة كان لها دور كبير في حل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم. وأشار الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إلى أن المنظمة تعمل على رفع كفاءة خطط برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والذي يخطط لتوريد الحبوب للاحتياجات الإنسانية من موانئ أوكرانيا. وأشار دوجريك إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO أعلنت في وقت سابق عن انخفاض أسعار الغذاء العالمية في شهر تموز بسبب صفقات الحبوب. تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ليصل إلى 96 دولاراً و10 سنتات للبرميل الواحد، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 90 دولاراً و22 سنتاً للبرميل. ويأتي الانخفاض بعد أن سجل الخام الأمريكي ارتفاعاً في مخزونه بنحو 2,200,000 برميل الأسبوع الماضي من جهة، وبعد أن قدم الاتحاد الأوروبي مسودة اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني والذي من المتوقع أن يعزز صادرات الخام الإيرانية ومن ثم تضخ مزيد من الكميات الخام في ظل تزايد الطلب وشح المعروض على إثر الحرب في أوكرانيا. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
بأمان الله.